في اخر يعني 20 يارده من خلال استكمال الهجمه وعبر السوليه متابعه جول، وياتي التعادل. التعادل في اللحظات الاخيره. ابا مروان محسن، ابا مروان، انه كروان، مروان الكروان يغرد في كل زمان واي مكان. غرد مع عازف المارينبا فريق بتروجيت في الدوري المحلي المصري، والان يغرد مع المنتخب الوطني بهدف. متابعه رائعه جاءت من مروان محسن، والاعلام المصريه ترفع هنا في مدينه فري تاون العاصمه، والمتابعه جاءت من خلال تصويبه جاءت على يسار الحارس كريستيان كولكير، والمتابعه داخل الشباك مروان، انه الكروان بهدف تعادل. تصويبه جاءت من اللاعب محمد صلاح، هو من بحث عن المفتاح وبالتاكيد يترجمها الى نجاح بعد رحله كفاح اللاعب مروان محسن. انه احسن، انه